السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم محمد القحطاني من الإدارة العامة لمكافحة العدوى. اليوم إن شاء الله راح نشرح الـ element number 6 from the domain A related لل infection control manual of the policy and procedure. طيب first we will define the policy and procedure and know what are the difference between policy and procedure. The policy is a set of rules or guidelines for your organization and employees to follow in order to achieve compliance with the infection control. عبارة عن مجموعة البوليسي عبارة عن مجموعة من القواعد والتنظيمات لكي يتم اتباعها من قبل المنشأة والموظفين داخل هذه المنشأة لتحقيق الالتزام في إجراءات مكافحة العدوى. أيضا البوليسي لازم انها تعمل لي answering the question about what the employees do and why they do it. ماذا يعمل الموظفين ولماذا يعمل هذه البوليسي. While the procedure is an instruction on how a policy is followed. الإجراءات عبارة عن مجموعة من التعليمات انه كيف يمكن اتباع هذه السياسة. طيب زي ما ذكرنا راح نناقش إن شاء الله في خلال هذه المحاضرة الدومين A sub element number 6 اللي هو related to infection control manual policy and procedure. عندنا في هذا ال element عندنا 3 sub element راح نستعرضها واحد واحد. ال activity for auditing النشاطات اللي راح نقوم فيها أثناء عملية التقييم راح تكون من خلال ال documentation من خلال المستندات ومن خلال الستاف انترفيو المقابلة مع الموظفين ومن خلال الأوبزرفيشن اللي هو الملاحظة أثناء الزيارات الميدانية. السكورينج سيستم راح يكون as usual from 0 1 2 or none applicable. طيب السب إليمنت الأول اللي عندنا اللي هو A6.1 بيقول الـ Infection Control Policy and Procedure are developed by Infection Control Department to be approved by Infection Control Committee. And the policy and procedure are based on scientific reference approved by MOH like the GCC والCDC والWHO والEPIC. يعني السياسات والإجراءات اللي تخص مكافحة العدوى يجب أن تعمل من خلال قسم مكافحة العدوى داخل المنشأة ويتم الموافقة عليها من لجنة مكافحة العدوى داخل المنشأة وأن تكون هذه السياسات مبنية بناء على المراجع العلمية المعتمدة لدى وزارة الصحة مثل الـ GCC والـ CDC والـ WHO والـ EPIC. طبعا الأنشطة اللي راح نقوم فيها من خلال جولة التقييم حتكون من خلال الـ Document Review اللي هي من خلال المستندات. Okay, so what are the purpose of this policy and procedure related to the infection control? The purpose is to reduce the healthcare associated infection and multi-drug resistance organism. A very important point you have to know to achieve successful implementation of this policy and procedure is that you have to educate and train all the relevant healthcare workers on this guideline and monitor their adherence to this guideline recommendation من أجل أن يتم تطبيق هذه السياسات والإجراءات بشكل صحيح لابد أن يتم تدريب جميع الموظفين ذوي العلاقة على هذه السياسات والإجراءات لكي نضمن تطبيقها بشكل أمثل. طيب مين اللي يقوم بكتابة هذه البوليسي والبروسيجر؟ بيقول هنا appropriate infection prevention and control expertise is necessary to write or adapt guideline both at the national and healthcare facility level. لازم يكون كتابة هذه السياسات والإجراءات من قبل شخص متخصص وذوي خبرة في مكافحة العدوى ويتم كتابتها على المستوى الوطني وعلى مستوى المنشأة الصحية. ولازم تكون هذه الـ guideline مبنية على الأدلة وتعتمد على المعايير العالمية أو المعايير المحلية.
كما أن هذه السياسات والإجراءات يجب الأخذ بالاعتبار للظروف المحلية للمنشأة أو الظروف المحلية للمنطقة التي تتواجد فيها المنشأة لكي يتم تطبيق هذه السياسات والإجراءات بشكل فعال. You will ask the Infection Control Department to bring the Infection Control Policy and Procedure Manual and start the document review on this manual. راح نطلب من قسم مكافحة العدوى الدليل حق السياسات والإجراءات اللي تخص مكافحة العدوى، وراح نبدأ مراجعة هذه المستندات. As we mentioned before, you will review if this policy and procedure developed by the infection control staff and approved by the infection control committee. زي ما ذكرنا سابقا، عند مراجعة هذه المستندات لازم نتأكد إنها جميعها مكتوبة من خلال شخص متخصص في مكافحة العدوى وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة مكافحة العدوى. طيب، verify in each policy and procedure that are developed by infection control department in collaboration with the relevant medical staff or relevant stakeholder. إيش معنى الكلام هذا؟ إنه لازم نتحقق إن هذه السياسات والإجراءات كتبت بالتعاون وبمشاركة الأشخاص ذوي العلاقة من الأقسام الأخرى. As example for what we mentioned on the previous slide, the policy and procedure related to hemodialysis unit should be developed in collaboration with the head of this hemodialysis unit and nursing department and the environmental health. يعني السياسات والإجراءات اللي تخص وحدة غسيل الكلى لازم تكون مكتوبة بالتعاون وبمشاركة مثلا رئيس وحدة غسيل الكلى، قسم التمريض، قسم صحة البيئة، جميع الأشخاص ذوي العلاقة لازم يكونوا مشاركين في كتابة البوليسي والبروسيجر. وعلى نفس المنوال بقية السياسات والإجراءات، يعني مثال آخر مثلا وحدة الأسنان تكون مكتوبة بالتعاون مع مثلا رئيس وحدة الأسنان بالمنشأة، مثلا وحدة العناية المركزة تكون السياسات والإجراءات الخاصة بها مكتوبة بالتعاون بمشاركة رئيس وحدة العناية المركزة في المنشأة. طيب، during the review في البوليسي والبروسيجر you will check for the following in each policy and procedure. You will check the validity الصلاحية تبع السياسة والإجراءات. All the policy and procedure should be valid updated within 2 to 3 years or when indicated. يعني أنه لازم نتأكد من تواريخ هذه السياسات والإجراءات أنها تكون محدثة، غالبا تكون فترة التحديثات من 2 إلى 3 سنوات or when indicated. when indicated يعني إذا حصل عندنا مثلا major change في المرجع العلمي المتبع سواء كان محليا أو عالميا. برضو راح ننظر ل last review، نشوف الديت حق last review ونشوف الديت حق next review. طيب، you will see also the title of the policy that they should be clear, concise and matching with the content. لازم يكون عنوان السياسة واضح ومختصر، يعني ما يكون في كلام كثير، ويتفق مع محتوى هذه السياسة. يعني على سبيل المثال لو لقينا السياسة مثلا مكتوب التايتل حق السياسة Blood Spill. Blood Spill يعتبر يعني عنوان عام جدا، انسكاب الدم، ما راح يعني اللي بيقرا التايتل ما راح يعرف المحتوى حق هذه السياسة بشكل دقيق. لكن لو يكون مكتوب التايتل Management of Blood and Body Fluid Spill، هنا حيكون معنى العنوان انه كيفية التعامل مع انسكابات الدم وسوائل الجسم. أمثلة أخرى برضو للتوضيح، زي مثلا سياسة يكون title outbreak general ward dental unit. What is in dental unit؟
عنوان جدا عام، Waste Management عنوان جدا عام، لكن التايتل اللي يكون يعني بشكل أدق وبشكل صحيح يكون مثلا more specific، يعني Management of Infectious Disease Outbreak، بدل من إنه يكون عنوان عام. Infection Control Measure and Dental Unit، احتياطات مكافحة العدوى في وحدة الأسنان مثلا. Management of Infectious Medical Waste، كده بيكون العنوان more clear or more specific. كمان you will review the content of the policy. The content of the policy should be comprehensive، يعني cover all the aspects of infection control relevant to particular unit or program. معنى الكلام هذا أنه لازم تكون محتوى السياسة شامل، بحيث أنه يغطي جميع النواحي اللي تخص إجراءات مكافحة العدوى في قسم معين أو في برنامج معين. Also this policy and procedure should be fully applicable. That means all elements of this policy and procedure can be applied and comply with the hospital scope of service. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني أنه لازم تكون هذه السياسات والإجراءات قابلة للتطبيق بشكل كامل داخل المنشأة الصحية. يعني ممكن يكون مثلا عندنا سياسة تخص مثلا وحدة الأسنان، وأصلا المنشأة هذه ما في عندها وحدة خاصة بخدمة الأسنان. هذا الدلالة أن هذه السياسات والإجراءات لم تكتب بناء على نطاق الخدمة الخاص بالمنشأة. Also you will see the reference that used in each policy and procedure. راح نشوف المراجع المستخدمة في كتابة هذه السياسات والإجراءات. لازم إنها تكون مبنية على مراجع علمية المعتمدة من وزارة الصحة، مثل إيش؟ مثل الـ Gulf Cooperation Council، مركز الخليج للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، CDC، المركز الأمريكي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، مثل منظمة الصحة العالمية WHO، أو مثل. ما ينفع إن نستخدم مثلا Hospital as Reference. You will review also all this policy procedure. It should be signed from the authorized person. مثال owner of the policy، لازم يكون في خانة للتوقيع owner of the policy، يكون في خانة للauthorized person مثل hospital director or medical director، and تكون should be signed by them. Concerned department head also، يكون في خانة مخصصة لقسم رئيس القسم ذوي العلاقة بالسياسة. مهم جدا أيضا أن يكون في جميع السياسات والإجراءات تكون متوافق عليها من قبل لجنة مكافحة العدوى في المنشأة الصحية. Each policy and procedure should be discussed and approved by the infection control committee inside the hospital. كيف نتحقق من هذا الشيء؟ طبعا راح نطلب مثلا سياسة معينة، وراح نطلب محضر اجتماع لجنة مكافحة العدوى اللي تم من خلاله الموافقة على هذه السياسة. You will check for specific policy and you will ask for infection control committee meeting minutes that approve this policy. طبعا نقطة مهمة جدا أنه الموافقة لجنة مكافحة العدوى مطلوبة قبل ما نعمل distribution لل infection control manual inside the hospital، أو حتى عند حصول تغيير كبير في أي سياسة تخص مكافحة العدوى. Approval of the infection control committee is required for the infection control manual as a whole and required for individual policy after major change. Now we will shift to sub-element number 6.2, which say infection control policy and procedure are organized in one manual that is well distributed and available in all hospital area.
طبعا الـ Type of Activity اللي نحتاجها على عملية التقييم هي من خلال الـ Documentation والـ Observation والـ Staff Interview. لازم تكون السياسات والإجراءات تخص مكافحة العدوى بشكل منظم في دليل واحد وموزع ومتوفر في جميع أنحاء أو أقسام المستشفى. So, every facility should have an infection prevention and control manual compiling the evidence-based practice for patient care. لازم يكون عند كل منشأة مانوال خاص أو دليل خاص بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، ويكون هذا المانوال مبني على قائم على الأدلة العلمية اللي ذكرناها سابقا. And this manual should be developed and updated in timely manner by the infection control team. لازم يكون تحديثه بشكل منظم وبأوقات محددة من خلال فريق مكافحة العدوى في المنشأة. It is to be reviewed and approved by Infection Control Committee. زي ما ذكرنا في السلايدات السابقة إنه لازم هذا المانوال أو هذا الدليل يكون موافق عليه من لجنة مكافحة العدوى داخل المنشأة الصحية. من خلال الـ Document Review you will review and check for that the Infection Control manual is updated as per hospital policy. لازم انه يتحدث هذا المانوال بناء على سياسة المنشأة. You will see also the design of the manual nicely designed and appropriately indexed with table of contents. يشمل البوليسي نمبر، التايتل بوليسي، البيج نمبر. لازم يكون تصميم حق المانوال بشكل ممتاز ويكون مرمز حسب البوليسي نمبر والتايتل بوليسي والبيج نمبر، وبرضه يكون عندنا جدول المحتوى اللي فيه البوليسي نمبر والتايتل بوليسي والبيج نمبر. It should also divided into appropriate sections for easy of accessibility. لازم يكون مقسم بطريقة جيدة بحيث انه يسهل استخدامه من قبل جميع الممارسين في المنشأة. يعني يكون في سيكشن خاص للادمنستريتيف بوليسيز، ديبارتمنتال بوليسيز اند بروسيجر، لكل ديبارتمنت يكون في البوليسي والبروسيجر حقته. الايزوليشن بروسيجر، الانفايرمنتال هيلث سبورت سيرفيس، يكون مقسم بحسب كل سيكشن والبوليسي الخاص. Also, this manual must be available in the infection control department, even electronic version or printed version. لازم يكون هذا الدليل موجود، الدليل الخاص بالسياسات والإجراءات، موجود في قسم مكافحة العدوى داخل المنشأة، سواء كان نسخة إلكترونية أو نسخة مطبوعة. Also, this manual must be available in each department, سواء كان electronic or hard version. لابد انه يكون متوفر في جميع الاقسام داخل المنشأة، سواء كان بطريقة الكترونية او هارد كوبي، طريقة يعني مطبوعة. طبعا مهم جدا انه يكون عندنا نسخة مطبوعة من الدليل الخاص بسياسات واجراءات مكافحة العدوى في قسم مكافحة العدوى، تحسبا لحصول أي عطل في نظام إلكتروني للمنشأة. Importance of written document is considered least not to encounter shutdown of the electricity or system failure. Also, you will assess this sub-element by observation. You will observe the availability and accessibility of policy or procedure document in each department during the round. While you are making the auditing. يعني من خلال زيارتك للأقسام داخل المنشأة أثناء عملية التقييم، لازم تتأكد من توفر الدليل الخاص بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى إنه موجود في كل قسم من أقسام المنشأة.
ولازم إنه الممارس الصحي داخل المنشأة ملم بهذه السياسات والإجراءات اللي تخص مكافحة العدوى، وملم بكيفية الوصول للدليل الخاص بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشأة. Healthcare workers are familiar with the policy and procedure and now how to access the system whenever needed. Also, you will assess this sub-element by staff interview. You will make staff interview randomly during the round and ask the staff about availability of infection control manual. You will ask the staff randomly how you reach the infection control policy and procedure manual. And they should show you how to reach it. You also may ask the staff to enumerate how many infection control policy and procedure related to your department to assess their availability in this department. For example, in critical care unit or in ICU, staff must mention the available policy and procedure related to the ICU, like policy procedure for standard precaution, policy procedure for transmission-based precaution, policy procedure for aseptic technique, policy procedure for patient care bundles, for the prevention of HAI and MDROs. They should know also the policy procedure for cleaning and disinfection, policy procedure for housekeeping services, policy procedure for management of infectious waste, and so on. فمن خلال الانترفيو مع الستاف يعني راح تقيم مدى معرفته بالسياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى اللي تخص القسم اللي يعمل فيه. Also from the interview of the staff, you will choose any policy and procedure. You will choose any title, then you will ask the staff how to access this this policy and procedure. For example, you will ask the staff about the CLABSI surveillance policy and procedure, and ask the staff how to reach this policy. As we discussed before about the importance of written copy, you will ask the staff what alternative if the system of the hospital is shut down, how they will reach this infection control manual. في حال إنه راح تسأل الستاف عن في حال حدوث عطل داخل المنشأة إذا كانوا يستخدمون النسخ الإلكترونية للدليل الخاص بمكافحة العدوى. عن ما هي الطريقة البديلة للحصول على الدليل. عندنا الـ sub element الأخير هو الـ A6.3 Infection Control Policy and Procedure are revised periodically by the Infection Control Department every 2 to 3 years or when required. This sub element will be assessed through the document review. السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى لازم أن تتم مراجعتها بشكل دوري من قبل قسم مكافحة العدوى تقريبا كل سنتين إلى 3 سنوات or when required عند الحاجة. التقييم لهذا السب إليمنت راح يكون من خلال مراجعة المستندات. You will review if there is main policy stating the periodic revision of each policy and procedure every 2 or 3 years. راح تشوف إذا كان في سياسة رئيسية بتحدد وقت مراجعة كل سياسة وإجراء عندنا في مكافحة العدوى، هل هي كل سنتين أو 3 سنوات. Also, you will review if there is any relevant document stating that the policy and procedure will undergo revision every 2 or 3 years or when required. When required means if there is a new or major change in the guideline from the ministry or new update are available from the
approved reference. بنفس الطريقة راح نبحث إذا كان في أي مستند بيدل على أن السياسات والإجراءات راح تراجع كل سنتين أو 3 سنوات، أو عند الاحتياج عند حصول تغيير كبير في الأدلة الإرشادية المعتمدة من وزارة الصحة أو من المراجع العلمية المعتمدة. Also, you have to match the revision date mentioned on the policies with the periodic revision policy for the purpose of verification. لازم إنك تتحقق من تاريخ المراجعة المدون على كل سياسة مع السياسة الخاصة بفترة المراجعة الدورية للسياسات والقسم. Lastly, very important note you have to know. Any policy and procedure exceeding the revision date would be considered not met. أي سياسة أو إجراءات تم يعني تخطي تاريخ المراجعة الدورية لها تعتبر غير مكتملة، وبالتالي تعتبر not met في التقييم. Each hospital should start the revision process ahead of time in order to avoid delay. Any new guideline or update released from the Ministry of Health need to be incorporated into the policy within 2 months maximum. يعني أي تغيرات في الأدلة الإرشادية سواء الصادرة من وزارة الصحة أو major change في the main reference or the approved reference by the Ministry of Health should be incorporated within 2 months. At the end, thank you so much for listening this quick session about the element number 6, which is related to infection control policy and procedure. I hope you take benefit from this presentation. Thank you so much.